من خصائص يوم الجمعة أن الشرع نهى أن يصام فيه منفردا كما جاء في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ للبخاري: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وقال كما عند مسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة، بزيادة حرف التاء في لا تختصوا بالنسبة إلى القيام كما عليها الأصول من النسخ، لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تخصوا بدون التاء، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا في صوم يصومه أحدكم. كيف؟ لو أن المسلم مثلا قد اعتاد على أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فصادف يوم الجمعة فلا بأس أن يفرده بالصيام. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وما جاء من حديث وهو عند عبد العزيز الدراوردي يقرأ من كتب غيره فيخطئ، والحديث فيه مجهول، يعني لا يصح هذا الحديث: من صام يوم الجمعة كتب له 10 أيام من أيام الآخرة غر زهر لا يشاكلهن أيام الدنيا. هذا لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو قال قائل: ماذا تقولون في حديث ابن مسعود عند أحمد وأهل السنن أنه قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة إلا صائما. فما الجواب؟ الجواب أن هذا وقع اتفاقا لا قصدا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وأحيانا لا يسردها، فلربما في جميع أحواله، يعني ابن مسعود، لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صادفه يوم الجمعة أنه كان صائما. ليس لتخصيص يوم الجمعة، لا، ولكنه وافق صياما له صلى الله عليه وآله وسلم. ما الحكمة من النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا؟ الحكمة هي نهي الشرع، أتى الشرع بالنهي سمعنا وأطعنا، فيجب أن نتقيد بذلك. لكن هل استنبطت حكم؟ نعم، قال بعض العلماء: لكي يتقوى المسلمون على العبادة في يوم الجمعة. ولكن قال ابن القيم رحمه الله في هذا نظر. لما؟ لأنه لو صام يوما قبله أو يوما بعده انتفى الأمر. إذن هذه العلة التي ذكر بعض العلماء غير صحيحة. قال بعض العلماء: لأنه يوم عيد، ويوم العيد لا يصام. قال ابن القيم رحمه الله وفيه نظر. لما؟ لأنه لو صام يوما قبله أو يوما بعده انتفى هذا، فدل هذا على أن هذه الحكمة غير صحيحة. إذن ما الحكمة؟ قال رحمه الله: من باب أن يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشرع حصن حصين، فهو من باب سد الذرائع حتى لا يلحق بيوم الجمعة. قلت: وبأي يوم فاضل أن يلحق به ما لم يأتي به الشرع؟ يعني كأنه صلى الله عليه وآله وسلم وضع قاعدة في الأيام الفاضلة كيوم الجمعة أو في أي يوم من الأيام الفاضلة، من أنك لا تحدث فيه شيئا. ولذا هذا الحديث وهو النهي عن صيام يوم الجمعة على وجه الانفراد يرد تلك البدع
من أذكار، من دعاء، من عبادات، خصص يوم الجمعة بها ولها، فالشرع سد الباب.